بالنسبة لهذا المعرض هذا اللي جا في الظروف الاستثنائية اللي كيف ما كتعرفوا كيعرف الجميع ديال انتشار هذا الفيروس، دونك بالنسبة لنا كفنانين حاولنا نديروا معرض جماعي اللي فيه أربع فنانين تشكيليين اللي خصو بالضرورة أننا الفنان ما خصوش يبقى يعني ما تكونش حركة فنية تشكيلية رغم أن الظروف، وبالتالي قررنا نديروا المعرض اللي الموضوع ديالو هو الفانتازيا والتبوريدة مع احترام تام للتدابير والإجراءات الصحية اللي كترفع عليها السلطات بطبيعة الحال. في نفس الوقت الحركة الفنية خاصة تستمر رغم أن كاين ظروف استثنائية، كاين مجموعة من المسائل اللي كيعرفها العالم كله، احنا خاصنا كفنانين تشكيليين نبقاو دائما خدامين مهما كان يعني الموضوع كيف ما كان الموضوع نتأدبطو، كيف ما كانت الوضعية خاصنا نتأدبطو معها. وجاء المعرض في الظروف هذه، وبالتالي اليوم كان اليوم الأول ديال المعرض، وكيف لاحظتوا أنه ما كاينش افتتاح رسمي، كاين افتتاح المعرض ولكن بمعنى لو فيرنيساج ما كاينش ان فيرنيساج، دونك كيجيو الناس في مجموعات مصغره ديال 5 ديال الناس على الاكثر. هذا الموضوع هو موضوع تبوريدة، هو الموضوع اللي يعني اخترته جمعيه فري ارتس في الهرهره للاحتفال بهذا الفن، وحنا يعني اجتمعنا عدد من الفنانين باش نعبروا على هذا الفن كلها بطريقه ديالو. الاختيار ديال هذا الفن هذا نابع من يعني من الواقع اللي فرضته جائحه كورونا، وهو انه يعني المواسم ديال التبوريضه تمنعت، فبالتالي على الاقل اختارينا اننا نعرضوا هذا النوع من الفن باش بحال بغيتي نعاودوا نحيوا يعني ما نخليوش هاد الجائحة تأثر علينا، ونبينوا يعني الجمال ديال فن تبوريضة بتقاليده وألوانه وطبيعة الحال من خلال الفن التشكيلي. طيب أيضا نتواجد الآن في هذا الفضاء اللي هو فضاء تابع لمؤسسة أليتا للثقافة والفنون والتربية. هذا المعرض هذا اللي الموضوع دياله هو موضوع حول التبوريضة بشكل عام، نظرا أولا لأن كما يعلم الجميع في ظل هذا الوباء ف تم حاجة يعني تقريبا منع جميع المهرجانات ديال التبوريضه، ولكن حنا قررنا كفنانين تشكيليين اننا نشتغل ونعرض اعمالنا الخاصه بالتبوريضه. علاش هذا المعرض بالضبط في هذا الوقت الحرج؟ اولا لكي نرفع عنه قليلا الاكتئاب الذي رافق وجود هذا الوباء بوطننا الحبيب، وبالتالي اعاده الروح ولو بشكل تدريجي للحياه العامه، لان المعرض كما هو لوحات موجوده ولكن في حد ذاتها فهو ترويح عن النفس. بغينا الناس يجيو ويزوروا المعارض ولكن في اطار الاجراءات الاحترازيه، مثلا 5 ديال الناس اللي تيطلعوا ما تيطلعش كلشي، 5 ب5، وبغينا الحياه تستمر لان هذا الوباء هذا ما غاديش يكون هو نهايه العالم بقدر ما غادي يكون مرحله وغتنتهي، اكيد غتنتهي وغادي نبقاو حنا محافظين على الحياه ديالنا. ندائي كذلك الى الساكنه اننا نلتزموا بشروط السلامه ونلتزموا كذلك بالتباعد الجسدي ونوضعوا الكمامه ديالنا، واكيد الزياره ديالكم لهذا المعرض هذا غادي تروح بها الانفس ديالكم. تحياتي لكم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.